مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في الجزء الثاني من عدد اليوم، وضيفنا في هذا العدد فنان جميل دائما نسافر مع صوته عبر الأزمان. الكبار اللي راهم يشوفوا فينا كبروا مع صوته، وحتى الصغار اللي راهم يشوفوا فينا حبوا صوته، لأنه هو خلينا نقولوا فنان مخضرم إذا نقدروا نقولوها. نحب تحية كبيرة 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 للفنان اللي راح نستقبلوه، وراح يدخلنا بغنية إن شاء الله للفنان حميدو. مرحبا. Yeah.
يتساهل والفرق ما قدرت عنه الولف يتساهل والفرق ما قدرت عنه. مرحبا 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 مرحبا. هلا هلا سي حميدو، شرفتنا ونورتنا. ابلوس كبير سي حميدو. مرحبا مرحبا. هاي تلمك. مرحبا بك سي حميدو. ابو زيد نغني لكم زيد. سما ما نهضروش اليوم نغنيو برك. لا لا نهضروا. نهضروا شويه بعد نغنيو شويه. مرحبا بك سي حميدو، شرفتنا ونورتنا. امبيونس كبيره في البلاطو، بختها دارت لنا امبيونس، زدنا نكملوها معاك ان شاء الله. سي حميدو ما عرفتش تشوف ليميسيون شويه؟ شفتها غير كيما. شفتها غير كيما، صح. شفت هذاك الفيديو اللي يجي الفوق كاع هذاك تاع شكون انا؟ شايفوا شويه ضارب عليه طلع؟ صح. احنا راح نروحوا نشوفوا شكون انا، شكون هو حميدو بطريقه ما بيناتنا. داكور، يلا اعطيونا نشوفوا شكون انا. شكون انا؟ بون، حياتي جوزتها كامل فتره مع الهارمونيكا ديالي اللي نستعملها باش نعجب البنات، واللي ما تصدقليش معاها نسي نطمعها بشوينغوم. فاتني شوينغوم وشنو وحده ما صحت لي، جاب لي ربي على جال اللبسه ديالي، وسيرتو سيرتو على جال السروال اللوبيا. اللوبيا ديالي انا يا ماشي تاجر توري. مي الله غالب، انا هكذا نحب التراث وخاصه في الموسيقى، وعلى هذا غنيت كامل طبوع عاصمي شعبي وحتى قبيلي. وشنو انا فنان كبير وطموحي كان اكبر، وعلى هذا قررت نروح للعالميه وغنيت بالاسبانيوليه. ولو كان تشوف وجوه العديان كي شافوني في الكليب اللي كان يدور في اكبر القنوات العالميه، وين ولاو القوري يسمعوا في الغايطه. ومالقري جازو سنين وسنين، بصح حاجه فيا ما تبدلت ابار شعري اللي شاب شويه. ما تسقسونيش علاش، بصح الهوايه اللي نحبها اني نحب نطلع فوق الشجر. بالك نبالكم شويه مهبول، مي في الحقيقه اسمك شويه الفيتير. هايل هايل، يعطيك الصحه اخويا. الله عليك. طيب سي حميدو، هي الحاجه الوحيده انا يعني نتفق معها 100% انه رغم بالك شويه تقدم في العمر، بصح مازالك تبان جان. حتى جان وحتى ولا ماشي جان وحتى؟ عندك ليسبري تاع جان والحطا تاع جان. نحب لي جان، سي نورمال سي نورمال. ما لازمش الانسان يدير روحو. حنا على كل حال كبرنا اليوم، 52 سنه عندي. الله يبارك. وهاد العوام هادو كامل جازو ما فقت لهم كاش جازو. صحيح. روحي عندها 30 سنه، كاين دي زيماج من فيهم 30 سنه من قبل، نقدر نقول لك باللي قول البارح. بصح تحس باللي اديت رساله في 30 سنه؟ ان شاء الله ان شاء الله نكون اديت رساله، واديت سورتو سورتو ليماج دو لالجيريان دو لالجيريان لالجيريان، ولد العائله موديست. نحب انا جو فيير دو لاتر. أباك سي حميدو، أنا نقدرك ونحبك، نقول لك علاش نشوفك من الفنانين اللي مشيت تغني باش تغني، نحس باللي في الفن تاعك عندك رسالة تحب توصلها. طيب ما أنا على كل حال ماشي فاكتور، فهمت؟ شوي شونتور، مي بون. رسالة عبر فن. رسالة هي حب 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 هذه الحياة، وحب الغير، ويعني حنايا واش نقول لك، حنا الفنانين حنايا كابرين في الحب. يعني on a de l'amour à donner, on est plein d'amour et on a beaucoup d'amour à donner. ونحب كل ما هو يعني كل ما هو جميل، وهذا هو يعني، وهذه موهبه من عند الاله عز وجل. طيب سي حميدو، انت كي بديت فنان ممثل، ومن بعد ابارامون مشيت كثر في الفن اكثر من التمثيل. سي نورمال، ما لقيتش روحك في التمثيل؟ لا لا ماشي ما لقيتش روحي في التمثيل. صح صح، انا نحب نمثل، ولكن بون نقص الامكانيات اللي كانوا في الثمانينات وفي التسعينات، ما كناش يعني ما كانش بزاف انتاج كيما اليوم، كان الماتيريال غالي بزاف ماشي كيما اليوم. دركا بالبورتابل لي جون يديروا افلام ويديروا دي كور فوليو، دام يديروا بالايفون يديروا دي فيلم. يعطيك الصحه. بكري كان كان الانالوجيك، سيتي تري ديفيسيل، الماتيريال بروفيسيونيل كان غالي بزاف، ولهذا يعني كان ديفلوبمون ما كانش يعني ما كانش كان 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 كانوا لي موان تكنولوجيك با اوسي ديفلوبي
واليوم على ما خدمش تمثل اوكي دوكا كاين الوسائل اليوم لازم الوقت لازم ناخذ كما قلت لكم كيبان لكم هذه هي الشارم تاع التمثيل انك تقدر دير دور اللي يتناسب مع العمر تاعك يقول لك انا بلو 20 طون تاع الصح انا بلو 20 طون رانا في الحبطه كيما يقولوا قال لي واحد صاحبي قال لي اللي شوف نهار احنا بكري يقول لي وليد القصبار غلقت 40 سنه قلت له على بالك قال لي والله غير كبرتي يا حميد قلت له شوف على بالك احنا بكري في القصبار قال لي كيكون واحد قدك طالع قال لي نساء يكون بنات يكونوا يطلوا من السطح ادخلي يا وجا شيخ كدخلي سي كوم سا سي كوم سا عندك يعني. عندك اولادك بيان سور عندي هادو مش مزوجين لا ما سهل ان شاء الله ما يعني يعني مازال ما راكش شيخ يعني كبير عنده نسيم عنده 28 سنه راني نحل فيه باش يتزوج راك حاب تولي جد وي حاب تعيش هذاك الشعور نحب لي بيبي نحب ربي يرزقه ان شاء الله طيب سي حميد وكان يعرض عليك هكذا دور في كاش عمل درامي وربما عمل سينمائي يتناسب مع العمر تاعك مع درامي ما نقدرش تاعك. ما نقدرش علاش باسكو شي با بون كوميديان في الدرامي يحكمني الضحك انا انسان نضحك بزاف جيت طرو الفورير نهبلوا للمخرج لازم فريمون مانيش عارف صح وحاجه في الكوميديا سيدي كوميديا شويه صافا نقدر نقولها زعما لو كان يعرضوا عليك تقدر نقدر صح اليوم انت راك منتج سي حميد ما خممش تنتج حاجه لروحك هكذا في التمثيل الانتاج الجاي ان شاء الله رايح نمثل فيه رايح نمثل فيه بصح فريمون نمثل فيه شيف تاع مافيا تفيقه كبيره الشيف تاع مافيا اللي راه عندنا اليوم في البلاطو صح دور كوميدي ولا كوميدي. دور كوميدي لا لا ماشي كوميدي نو 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 داكور سي ان فيلم داكسيون داكور بالامازيغيه ما تخافش تضحك في الوسط لازم دير ديزيفو لازم يضربني رياليزاتور لازم يعيط عليا باش نخدم باللغه الامازيغيه مع سفيان بلالي هو شاب في عمره 30 سنه واللي يعني عنده اعماله يعني زون ايتي سيليكسيوني ميم بور الفيستيفال دو كان هو من بورني ويا تيزي وزو اللي نحييه ونحيي كامل الطاقم تحيه كبيره لهم طبعا كامل الطاقم اللي راهو ان شاء الله باذن الله راح ننطلقوا في انتاج جديد واسمه اوراق سي حميدو يعني انت من الفنانين اللي كي نشوفوا الاغاني تاعك القدام ونجو طالعين ما نلقاوش عندك سيرتو في البدايه ستيل واحد قالها وليك راك شاد فيه كل شيء انا نحب هذا الشيء نحب الراب ومن بعد 20 ألف ستيل غنيته علاش؟ المنوعات ملي كنت صغير نحب النوع ولا قدرت على ان ستيل ولا قدرت على ان جونر ميوزيكال نأديه ولا ما قدرتش عليه نخليه بديتها بالراب بديت بالراب بالراب كيفاش كانت الاغنيه الاولى اللي الاولى في الليل ايوا جيب لنا شويه منها زعما هكذا يدير درست نشم الهواء في الليل لقيت الشمس غير جاي زين صحيت وحكمه شويه ما على بالهمش يقع بيا وقيلا ما عقلونيش ولا بالك ما شافونيش مالك يجاو صحابي معليش واش راني نشوف الهيك بالذات الجماعه اخرى ديال البنات ضربي لك واش من حطات تقولي سوقوا الطيارات صحيت وحكمه شويه ما على بالهمش يقع بيا ما تفهموش العربيه ما تبقى على خير مازالك شافي عليهم ما نسيتهمش لي شونسون تاعك ما نسيتهم انايا خرجوا ما حسيتهم عشتهم فيهم لا ديان تاعي ما كاش كاع كيفاش تنساهم من بعد الدوزيام البوم تاعك سروا اللوبيا العظيمه سروا اللوبيا شكون عباك ذوك كي تسمعها وتجيك بيزار هذاك الوقت كيفاش حتى جاتك الفكره تكتب اغنيه عباش كيفاش نصنفوها هذيك الاغنيه باسكو جون ميوزيكال سبيسال واش كانت هي كي تجي تصنفها شويه 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 اسبري شويه اسبري روك هي داكور شويه دو 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 مالا اسبري روك على بريتي وومن شويه دونك سروا اللوبيا كتبتها كانوا عندي 20 سنه 19 20 سنه كتبتها ولحنتها واللي قام بالتوزيع الموسيقي هو زميلي في الفن الاول اللي هو فريد بالخيرات ودرنا دي زارونجمون سجلناها في فرنسا هذاك الوقت كي خرجت دارت حاله 86 خرجت دارت حاله باسكو كانت بالك حاجه جديده الناس كانت طالبه حاجه جديده كانت طالبه حاجه اللي تكسر خاطرش بكري كانوا كما نقول لك المنوعات كان يا باك كي تكثر تمبوزي حاجات
الجمهور اللي فريمون ما راه تكمل تيمبوزي هالو اوتوماتيكمون يطلب حاجه واحده اخرى يطلب حاجه والغنيه درتها ولا ستيل هذا تقبلوه ما تقبلتش ما تقبلتش بصفه عامه هذيك نو قبلوها الصبيان قبلوها دراري صغار اللي كما يقولوا هذاك الوقت كانوا ام كبار هما هذوك هم زوجين هم يسمعها يسمعوها لاولادهم اه مازالها لليوم يعني تمشي جو الواحد يدير له اغنيه انا راح نعاودها راح نعاودها باسكو طلبوا مني نعاودها un esprit un son nouveau un esprit actuel qui me roule vidéo clip je dis والله ما نكذب عليك شو باتري فيديو خلاص تكملش انا برك قولوا له بلي مازالوا جان قولوا له مازالك جان سي حميدو صح وانت كنت تقريبا من اول الفنانين يداروا دي فيديو كليب في الجزائر في الحصه تاع موسى حداد مع علالو سماتي عزيز وخالد لوما كنا يعني كانت حاجة كبيرة في هذاك الوقت دير فيديو كليب شكون كيفك؟ شكون كيفك دير فيديو كليب؟ كي تفكرني نقول لك شغل البارح رمشت عين الدنيا هذه تخلص بالخف انكرويال من بعد تكملت تما بديت بلاقة حتى لقيناك خلينا نقولوا تخصصت شوية في الحوزي الحوزي بديت به تربيت به تبربرت به فالشعبي سورتو تربينا به احنا في الحومة بكري كنا نقول لك احنا ستي لا مود تاع لي كاسيت والبوست كاسيت ونسمعوا نباتوا نسمعوا انا عرفت تاع فنان تاع العنقيس تاع عمر تاع الحاج بوبينات الاخر هذيك الجزائر كنا عايشين بها يا اخو كان عندنا والو بصح كنا فرحانين فقر السعادة كنا سعداء بهذوك كاسيطة دي فوا والله العظيم غير لحقوا الناس القتيل عليه على جالها والله غير على جال كاسيطة قريب قتلوا واحد الوقت هذه في زماننا علاش خيرت الحوزي سي حميد وشفت بلي والي بالك يتناسب مع صوتك ولا غير انا وليد العاصمة كما يقولوا احنا على بالك ولا العاصمة كنا نسمعوا بزاف الحوزي هو على كل حال سي ان جونر من تراث تراثنا العريق عندك الاندلسي وعندك الحوزي وعندك من بعد الشعبي اكسترا هو انا اكبر مطرب تاع الحوزي عندي بالنسبه لي هو الهاشمي قروابي الحوازه الهاشمي قروابي وكاين بيان سور بلا ما ننساو فريد وجدي والاساتذه الكبار على كل حال واليوم شكون تشوف باللي شكون تشوفوا اليوم دا كيما يقول لك المشعل في الموسيقى الحوزيه ولا الاندلسيه ولا كاش هذا مش على تاع كل واحد حتى واحد ما يقدر يقول لك لو ميور غاني كاين ليهم راهم يديروا تسجيلات راهم يديروا دي كونسير كاين عندهم الله يبارك كاين جيل جديد راه يخدم هذا الحوزي هذايا كاين شكون الجيل الجديد اللي تشوفهم كاين الجيل الجديد ماشي جديد فريمون كاين بعض المطربات يعني اصواتهم مثلا متميزين عندك مريم بن علان تحت المسان عندك ريم حقيقي وصي تعجبني بزاف الحوزي عندك واسمها لاميا هاي العماره كانت في الانشراح وعندك تانيك هاي ظهرت الحمد لله اللي سجلت واسمها مانيا الغربي يعني ظهروا ليلى بورصالي هي في الكلاسيك ما حبتش تتمس بزاف الحوزي هي في الكلاسيك ليلى بورصالي سيده في الفن تاعها ونحبها بزاف وهي صديقه ليا ونتمنى لها كل نجاح هي على كل حال تحب تمارس الموسيقى كان عندها زوج الله يرحمه كان مشجعها يعني لعب دور كبير باش ليلى صح تشتهر في هذا وهي على كل حال مجتهده في العمل تاعها تحب جديد تحب تنوع فيها وكاين بعض الموسيقيين اللي راهم يعاونوها اللي راهم يلحنونها راهي تلحن في التقليدي تاعنا في لو كلاسيك صح وفي انتاجك كيما نقولوا شكون تشوفوا باللي ادى مليح في الحوزه نصر الدين شاولي الله يذكره على خير على كل حال نطلبوا له الشفاء ان شاء الله صار الدين ستان تخي بون انتربريت تاع الحوزي
كاين بعض الشبان تاني بالك ما نسمعش بهم وهما في القمه. طيب حنا شوف راح نروحوا واحد الجينجل ونرجعوا لواحد الفقره اسمها بين وبين. في بين وبين هذه راح نعطيك مغنيين وانت تعطينا شكون تشوفوا الافضل في الاداء تاعو في رايك انت. ما عنديش جينجل ونعاودوا نرجعوا يلا. شوف سي حميدو هذه الفقره كاين بزاف اللي ماشي يخافوها مي يقول لك تحطني في مواقف محرجه الى اخره مع الزملاء مع الفنانين الاخرين. بصح حنا نقولوا بشكل مهني شكون انت اللي تشوفه يؤدي خير. هيا روح داكور اوكي يلا اعطيونا اول صورتين. سمير تومي سيد علي حبابي في زوج وي سيد علي دريس عرفني في عمري 10 سنين حداشنا كنا في الفن والادب في فن الادب. سيد علي سي نيكول تاع الهاشمي قروابي. سمير تومي مؤدي رائع فنان رائع وسي ان انتيليكتوال يعني شكون نخير ما بيناتهم؟ تشوفوا الافضل يقول لك في ودنك. لا لا قدامنا كاع حابين تسمعوا ماشي حابين تسمعوا. والله غير سؤال صعيب لازم نخير. وي تصفيات ومازال جايين صور لازم نخير. وي وتصفيات سمير تومي سمير تومي سمير تومي فوالا. وبين سمير تومي ايوا و نصر الدين شاوي ايوا اي والله الاولاد جوزناها ودي زين كيف نديروا معاها زيدوا خير زيدوا خير دركا نصر الدين شاوي نصر الدين وبليش الخير روح سمح لي سمير اول عمان سمح لنا هو مشينا حبوك وصوتك رائع سمير سمح لنا كبير ومع حسين الصلابي. ايوا ايوا هاك تجبد لي غير اللي نحبهم غير لي كرون بيان سور هي هذا والهدف منها هذا هو نجيب لك صحابك اللي تحبهم نخير هكذا شحر جوك شويه هاي راه خلاص بون سامحني نصر الدين حسين الصلابي. حسين الصلابي بديت معاه بديت معاه بدايتي كانت معاه هي مادوني بوكو دو كونساي. حسين كان في لي زاني 80 سيتي اون فودات بور نو حنا في الالجي. بصح شوف نقول لك حاجه هذا اللي دار كلاسمون اللي طري مال على بالك غيبقى على خير حسين سي نورمال مام هو خير. شوف اللي دار الكلاسمون هو صديقنا الصحفي الياس النجيمي صحيت الياس النوستالجيا وعارف مليح تاريخك وقال لي شوف خلي الجزائري قال لي خليه له هو الاخر سامي وي قال لي على بالي باللي يختاروا ما يعرفوش لي جون تاعنا هذايا سيتي ان بلاي بوي باش نقول لكم هذا بني غنى بنات الجزائر يا راضيه عنده يعني هي محبتي غير فيها هي كان ثاني كيتقن الحوزي كان يتقن الحوزي هذا وليد تيزي وزو وليد بني دوالة وليد انشرالي زاد فيها أثبو يحيى زاد تما الله يرحمه كانوني هو واسمه أنا نهار توفى الله يرحمه توفى حادث مرور كنت نتورني في الفيلم تاع تاكلي شوينغو داكور سيتي ترو تريست كنا رايحين مع عمي حسن الحسني الله يرحمه كنا رايحين نقلعوا نديماري والبوسعاده وجانا زعيطوت على سيتي تاع ناستون رياليزاتور الله يرحمه قال سعيد زعيطوش الله يرحمه هو اللي جا قالنا ينوزانونسي قالنا جوزنا موفيز نوفا ما تورنيناش مليح هذاك باسكو نحبوه سامي انا نحبو انا كنت نعشق فيه الله يرحمه عنده حطه و الله يرحمه ويوسع عليه. طيب سي حميدو زيد غنينا كاش غنيه هكذا زعما يبا نقعدو بيسكان انا نحضرو على الحوزي نجيبو وحده حوزي نجيبو وحده حوزي يلا على بركه الله جنقل ونسمع وحده حوزي. سبحان خالقي سلطاني سبحان خالقي سلطاني سبحان خالقي سلطاني من ليلة ما ربي عالم سرى قد ردني وبلاني ما
القدام وشفت بالبصار حتى لقيت من سلبتني بالزينة والبهاء والقد المسرى يوم الخميس وشدني لقيت فاطمة مصبوغة الشفاء مشيت بغرامها مولا مشيت من هواها يوم الخميس وشداني لقيت فاطمة مصبوغة الشفا اللي غرامها مضاني الزند سيف يوري الفهم يوم طرف قبض حربي سوان عدو هجو بخوات زادو محايني وعذابي سبحان ما يصرف ربي طبع الغزال سليم طبع الغزال سليم دموية البهاء صبية التيقار اللي غرمها مفان سوى ميدع الجاك كبر وصغار سوى خزين العثمان سوى ملفس وبرقيفة يوم الخميس سوى جدان فاطمة صبغة الشفا اللي برمها مضاني برافو 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 الله يسلمك برافو اسمع حفنا لها كيما نقول باش باسكو طويله هذه قصيده تضرب وقيله ربع ساعه ولا باش تخلص طريبيا سي حميدو يا كاليلو يا كاليلو يا كاليلو درتو كنتو جروب هذاك الوقت جروب نوماد درتو يا كاليلو يا كاليلو ثاني خلينا نقولوا اغنيه اللي هذيك اكثر من سروال اللوبيا اكثر من سروال اللوبيا بشحال نقدر نقولوا شغل دارت العالم كامل يا كاليلو هذاك والله غير درنا بها درنا مشينا بها في كثير البلدان وكثير البلدان كنا مكلاسين فيها كنا نمبر 1 في تركيا هذاك الوقت وعلاش ما كملتوش؟ ما كملناش خاطرش على بالك خاطرش تبدلت لا بوليتيك كوميرسيال تاع لو سي دي دركا يا بلو دو كاريير يا كو دي تيوب هذا يطبع هذا هذا يطبع هذا ولهذا الانسان باش يقعد يعني باش يقعد في الساحه الفنيه لازم يدير تيوب خير من اللي داروا باش يدوم وباش يعني يكمل مشواره الفني لازم يدير احسن ما فعل من قبل بالك كنت قادر توصل للعالميه تاع الصح لو كان كملت في هذاك ستيل ومع الجروب هذا لظروف لاسباب على بالك اسباب ان بتي بو بوليتيك لا شونسون عرب توسكي باللهجه العربيه ولا ما سا باسي بلو
ça passait plus en Europe. خضر نقولوا كنت جاري في الاغاني تاعك حميد، وكنت تخرج غنى بدي ستيل اللي بالك واحد ما يكون قاع يستناهم. ولا غير عندي دي ستيل والله ما سجلتهم، عندي اغاني اخرى مازال ما سجلتهاش لضيق الوقت، ما الوقت يجري كيما قلت لك. ماذا بينا كل يوم انا ماذا بيا مقبله كنت نشوف في بختها كانت لهنايا نحييها على كل حال، كانت تقول لك حنا الفنانين نحبوا نرقدوا. انا ما نرقدش بزاف، ما نحبش نرقد، لو كان نصيب ما نرقدش كاع، لو كان كاين كاشيات نشرب كاشيه قد ما نقعد باش نقعد يرون بلاصي رقد. نحب نخدم وما يكفينيش الوقت، نحب نخدم نحب نجتهد مجتهد مجتهد. طيب كي تمشي برا حميد وتحس بلي الناس مازالهم شغل يعرفوك ويحبوك؟ انا نحب الناس والناس يحبوني والحمد لله. صح، وحنا راح نروح نشوفوا الناس اللي يحبوك هادو. خرجنا برا دينا الميكروفون تاعنا، راح نشوفنا وقلنا لهم واش رايكم السي حميدو وراه هنا. هنا دوك نشوفوا الفيديو من بعد نعرفوا وين راهو. يلا عادونا نشوفوا واش قالوا. فنان اليوم في ما بيناتنا هو معروف جدا في الجزائر، معروف بالاغاني ديالو خاصه في الاعراس الجزائريه. ما نطولش عليكم، نروحوا نكتشفوا راي الناس واش يقولوا لنا على حميدو. فنان معروف وقادر، ما كاش اللي ما يعرفوش، يعرف يغني، عنده كوكتيل تاع غنى، غنى تاعو محترم، شغل يعرف يجبد الجمهور اللي عنده وينوع في الغنى تاعو. عاصمي اندلس فنان مليح. حميدو اللي غنى سروال لوبيا سروال هنا، مغني بالطبع بيان سور، الغنى تاعو توجور توندونس يعني تبع العصرانه. ما شاء الله هو يغني غنى نقي الله يبارك، يغني غنى تاع الاندلسي وعنده تنوع طبوعات بزاف، ومعروف بالغنيه ديالو سروال لوبيا. فنان جزائري، الغنى تاعو يا خويا والله ما شاء الله نقي كذا كلام شباب. انا نشوفه كمغني باسكو كممثل ما يقدرش يجوز في التمثيل باسكو ما عندكش اكسبيريونس. التمثيل دخل نورمالمون غير كيما ما عندوش بزاف، دخل جاب لي ربي الغنى خير من التمثيل، اختار دخل جديد. حميد نشوفه كمغني باسكو كاع نسمعوا، هو يقدر يمثل بصح نبريفيريه يغني خير باسكو لا فوا تاعو بزاف شابه ويعرف يغني. ماذا بينا نشوفوه ممثل ومن بعد احنا مي جو بونس كو اي فا ريوسيغ 100%. انا كمغني ما يقدرش يشد في زوج حوايج، يا هكذا يا هكذا. خويا حميد وجيب لنا جديد لا جوناس، قتلنا غير بالشيوخه غير الكبار، اطلق شويه غنى شويه الشباب تاعنا. نحبك بزاف وربي يطول عمرك ويحفظك. قولوا يا خويا الله يعاونك وربي يوفقك ان شاء الله. ماذا بينا نشوفك اوتون كو رياليزاتور اكتور رياليزاتور شانتور بروديكتور كل شيء. هذه حبيت تشوفك في كل الادوار، بروديكتور اكتور رياليزاتور شانتور كل شيء. واش رايك في الشيء اللي شفته؟ مع العلم انه تعمدنا نسقسيو دي جون. والله غير نشكرهم على كل حال، هذا شيء شجعني بزاف، ونواجب هذاك اللي قال لي جيب لنا جديد خلينا لي فيو. يا عزيزي لو كان تعرف الفن اللي عندنا يا اخو والله ما تقدر تدير جديد قدامه، تعجز تدير جديد. القديم وما نعرفوش، التراث تاعنا والله ما نعرف والو منه. صح، ونشوفوا دائما باللي في الشعبي والله غير ما تعرف، تعجز تدير حاجه جديده، تقول هاد الكنز كاع عندنا كيفاش راح ندير حاجه خير منه. ايه وكاين، انا نشجع كل اللي جان هذوما باش يحاولوا يكتشفوا الفن هذا اللي خلاوه لنا جدودنا، ويلتحقوا بالمدارس تاع الاندلس تاع الجمعيات هذوما. هاد اللي جان هذوما كامل دايرين جمعيه اندلسيه كامل، ما ريبيتيتش معاهم ما والو. شكون كيما يقول لك اصحاب الاندلس يفهموا الاشاره. تحيه كبيره للاوركسترا تاعنا، بارك الله فيهم كاع. ودركا ولي جون هادوما خير منا باسكو حنا اون افي با لي موايان اللي كانوا عندنا. هادوما دركا دوك لو كان نغني لهم غنيه جاز يتبعوني، نكون نغني لهم روك يتبعوهم. ماشي جربهم لا عرفتش ندير لهم تيست باش نشوفهم اذا شاطرين. دير لهم تيست، هاي شوف غني لها حاجه من طبع مختلف، من طابع مختلف على واش ما بتغني. هاي حاجه واحده اخرى كاع نشوفوهم. راني نوتي عندك، شوف سامي بيدرو سيلاس رابح غيلاس تما بيجي شوف شحال نعطيو بيجي تروحي. وي تفضل حاجه من طابع مختلف تماما على ما تغني. خرجه من الكسب سي حميد. من الخرج Mmm.
الموسيقى العزيز. يعطيك الصحة عزيز. واش مطوناليتي راكم؟ عطيني غي ماجور، عطيني غي ماجور. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we wish and alone before the night was true? Something in your eyes was so exciting. Something in my heart was so inviting. Something in your smile told me I must have you. Stranger in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we sang our first hello, little did we know love was just a glance away. You more embraces dance away. Bravo, 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 bravo. شو معك؟ ما شاء الله. شحال نعطوهم من 10؟ 90 على 10. الله اكبر، هاي عندكم 90 من 10. لا ريبيتينا ما والو، عطوني لاكور. راك تشوف العبقريه تاعنا. ها هادو ما لا جينيراسيون تاع دوك. وعلاش؟ باسكو هاك واري. لا ماشي خذوا هذا باسكو بالك ممكن نحتاجوه. راح نحتاجوه ماشي. سمعت باسكو حنا اون افي با، حنا كنا كي نشوفوا جيتار باس هكذاك، والله العظيم كي نشوفوا جيتار باس هكذاك في وقتنا غير تقول شفنا الامريكان يا معالي مهبول. باتري هذه كنا يعني مشتاقين ماتيريال، ما كان عندنا والو، والله ما كان عندنا والو. كانوا كيجيو لي زيميغري دو طون 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 يجيبوا معاهم جيتار، نتخاطفوا شكون يشريها شكون. سي كوم سا اون افي با. تما لازم هاد لي جون نعطيهم الفرصه تاعهم. عندهم الفرصه درك، عندهم دي ستوديو غير في لي لابتوب تاعهم عندهم. حنا ستوديو دونجستريمون سيتي شغل كلي دخلت لا نازا حاجه كبيره وقتنا. حي دوكا لو ستوديو اللي انا عندي ستوديو مغلق صافي 5 سنين ملي غلقته. باسكو خلاص، باسكو اوجوردي تطور التكنولوجيا في السمع البصري. جعل انه هاد لي جون هادو ما يطيروا في السماء. صحتهم 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 محسودين. لا طيب. لا محسود. وش الطبعه الاخرى اللي تقدر تغنيها سي حميد وما عدا اللي والفين نسمعوك فيه؟ الطبعه الجايه نغني كاع الطبعه الجزائريه ما نخبيش عليك. غني الراي. غنيت الراي في العراس، نغني الراي، نحب الراي. الراي لو كان نقول لك غني لنا لكاش واحد من جان جدد هادو اللي من تغني لنا. هاي راح نغنيو تاع الجابوني. يا الجابوني. هاي واش نغني تاع الجابوني اللي اشتهر بها بزاف؟ ما انت سمعت؟ لا ماما ميا. وعلى ماما ميا. يا غني لنا ماما ميا يلا. يو لا 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 برافو 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 برافو. لا غير جابها ولا ما جابهاش ليك؟ اسي في العرس يدوموندي لك هكذا دي شونسون تاع راي تاع لي جان هادو في العرس. عندي واحد معايا السعيد معايا في الفرقه يغني لهم ثاني كيهولهم كاع اللي بالهم تخدم بزاف على بس انا ما نحبش. انا ضد هذاك واسمه لوتوتيون هذاك كيما يقولوا التويو. يجون يقول لك نعطينا اغنيه تاع تويو، انا ما نبرونشيش تويو. لا لا نغني ناتشورال بلافوا تاعي. الوغ دونك معايا سعيد نورمال يجيب لهم الغنى هذا. صح انا سي جو ريسبكت الغنى هذا، جو لو ريسبكت يعني مالغريك جام بيان كي نشوف الناس ديفولي والناس فرحانه
قلبي يفرح. صح حنا نمشي انا نغني. صح حنا نشادوك سي حميد. وسي حميد نقول لكم باللي يعني دخل 5 دقائق قبل ما نبداو التورناج، دخل ريبيتيسيون 5 دقائق وبدا يعني ما حتى لي بالونس. برافو. طيب سي حميد، والشرقي هكذا زعما شرقي طارب كذا، تعرف ترني شويه زعما تنسمع فريد الاطرش؟ بابا كان يحب فريد الاطرش. وكنقول لك جيب لنا حاجه هكذا كابيلا بلا الاوركاست ثاني، عاد نحصلوهم معاك حاجه هكذا طرب شرقي. ماجد الرومي ورده الجزائريه يا سيدي. صعب قرب الحبيب احلى امل في الحياه، انسى الفؤاد النحيب واشكي حب وهواه. ساعة 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 بقرب الحبيب، ليه تفكر في الغرام وانت في ساعة النعيم؟ ده الهوى مالوش أصيل، ده الهوى إلى آخره مالوش أصيل. وردة وردة جبنا حاجة وردة. ظلمت قلبي وتقول بري وسايبني وحدي وسط الطريق. ظلمت قلبي وتقول بري وسايبني وحدي وسط الطريق. عايز حياتك وذكرياتك، عايز حياتك وذكرياتك عشان ما تخسرش اي شيء ولا تشغلني لا 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 ولا تحيلني لا 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 ولا تشغلني ولا تحيلني بعد اللي قلته واللي عملته. بعد اللي اللي عملته حرمت احبك احبك ما تحبنيش. حرمت احبك احبك ما تحبنيش. عاوز قلبي قلبك يا قلبك وبسم العيش. حرمت احبك احبك ما تحبنيش. برافو برافو. اسمع ديك جيت ديدي ميسيون لا كاراوكي هنا. كاراوكي اصبر تشوف شنو مخبي لك. تعرف شنو مخبي لك دوكا؟ مخبي لك وحده واعره. سقسي سامي قول لك عليها. سامي قول له شنو مخبي لنا دوكا. كاينه رانا مخبي لك واحد الفقره مهمه جدا سي حميد، تعرف اسمها؟ شوف كاين ريميكس، تعرف الريميكس؟ حنا عندنا فقره اسمها نوميكس. نوميكس نوميكس. يا روح. طيب جينجل صغير ونمشيو نوميكس. يلا نوميكس سي حميدو، نعطيو لك دي بارول. ايوا تغنيهم معايا شونسون. بصح هادوك لي بارول مع لا ميوزيك هذيك اللي حنا نعطيوها لك ما عندهم حتى علاقه مع بعض. مثلا دوكا راح تغني لنا لا بوام. بصح لا ميوزيك هي المقنين الزين. اي راح تشوف واعر. تمشيو معاه في المقنين الزين ولا عندنا موسيقى تمشيو معاه؟ طريب معاك تشوف الاوركسترا مصباح تشكر فيهم. هاك نعطيوك لي بارول تاع لا بوام ونسي جامي تستعين بيهم. لا ميوزيك تاع المقرين الزين. لا قام ريدياز سيحلي Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ne peuvent pas connaître. Accroché de ces lilas jusqu'à nos fenêtres, ici l'ombre garnie qui nous servait de lit. Ne payez pas de mine, c'est là qu'on s'est connu. Qu'on s'est connu. Moi qui criais famine, et toi qui posais nu. Et toi qui posais nu. Ne payez pas trop de mine, c'est là qu'on s'est connu. C'est là qu'on s'est connu. Moi qui criais famille, toi qui posais, posais nu. Ah, la
bohème, la bohème, ça voulait dire qu'on est heureux. La bohème, ça voulait dire qu'on est heureux. Ça voulait dire qu'on est heureux. C'est la bohème. Bravo, 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 bravo. شوف تسمى كيكون فنان كبير ما تخافش عليه أصدم قادر على الشقاء صح ولا لا لا صح تسمى زي ما خلاصتش راح يا واش كاينك شنو فيه دوكا راح تغني لنا يا زينه ديري لاتاي ايوه لي بارول تاع يا زينه ديري لاتاي مع لا ميوزيك تاع ديري له تشوف يسمع ديري له تشوف يسمع مع لا ميوزيك تاع رايح وين مسافر تفضل يا الزينة 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 ديري لاتاي من قطفة للذرة تذيب وخيبك جاي يا الزينة 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 روحي ريبي للواد روحي ريبي للواد عوضني عينيك يا الزينة قولي لي واه ولا لا لا يا الزينة عينيك كبار يدخلوا المحنة للدار يا الزينة وزين زين ساكن سيدي ياسين يا الزينة والفن والراي خارج من بالعباس يا الزينة 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 ديري لنا شيلاتك من قبصان البراد يا الزينة 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 ديري لنا لاتاي من القبصان لا ماشي موزونه صح والله غير سلكت والله غير سلكت بصح والله غير سلكت يعطيك الصحه تفيقه كبيره لسي حميد وجابها بيان كوم يلفون سي حميد واش رايك في الجيل تاع دوكا من المغنين ملاح لي جون كاين يوم يغنجكو كاين يوم كاين يوم غير يطرشو وكاين يوم يخدموا طري بيان كاين يوم يخدموا يغنوا مليح بصح نقدر نقول الموسيقى الجزائريه راهي بخير هاي بخير الحمد لله يعني تقدر تكون خير من هذا الشيء ما في كل وقت كاين نقا وكاين نحسن كما قال بوليفا عم يشجعوا صابا كاين تشجيعات لي جونهم يروحوا دركا للمسارح يروحوا يشجعوا هاد لي نوفو جروب صافي بليزير طيب ومعنا واحد احنا دائما نستغلوا الفرصه يكون معنا فنان كبير كيما انت سي حميدو نحبوا ندعموا لي جان راه معنا جان صغير هذا بسم الله بادي في الفن حبينا يجي اليوم نسمعوا تعطينا رايك فيه ونشوفوا يلا بعد الجينجر روحوا نسمعوا يوسف غفور يلا سلبتني بالجبين والحجب والعين وبيوم فقط على جميع نسواني سلبتني بالجبين والحجب والعين وبيوم فقط على جميع نسواني ولكن يا صديق نحلف لك لكن يا صديق نحلف لك بيمين عيني مراج مثلها في زماني يا
اي والله عذرا ما حد راضى اللي تمس رجع عرمز الله لا باهي بزين مخنة فقوام والحسنى الفياقي تخور عن دراية ضاقتني يا عشاق صرت من وجدين الدماء والنادي من شوقي واللي عتيق قلبها جغرا واضع طالب الرضا تحت القاع وبعد نص ساعة يكون حر راس النجام في المبرم سجار كل زيمته والقدامه محار محزوم وشبب وسباني الحرام وبعد نص ساعة يكون كن مجنوني خصام يتفاتن مع حويجو ويقطع في كمامو يصفار ويدبل سيرزو كدوري يزحام وبعد من ساعة يكون صاحي باصنا عام متسلي بالفضرة يقاص صهر دجم نامو بالنوت قولو طار يسلد محاسن غام هذا حال الشيخ يا اللي حافظ بتوزن تخدم بنية وزيد تطعام بعاس تطعامو والجحد تعزيه في وعبد الخدام ما عفوني معنى ولا جواب ولا قول سجام عاشو كل أوشاح ينبهو ما عبدو ما نامو هذا المعنى للبهايم يا غمى الضباب أحفادي وخود طبعي وعد وتفخام وقود الله يرحم صاحب الوجد رفت علامو الدور المنصور بالبجاي شيخ لهما نظر ومي أصل ما تصل فيها ما ترصم بريسي عاشوري والدراس في العين من زمام الله يرحمني ويرحم الحافظ والإسلام خود التاريخ مية وميتين والألف ختام خمسة والعشر السنين هاد السرجم تتمامو شهر تلحي جعلكم مالو خود الختام أنا يا ضعمك قتلي أول في مريم رفتي من حالي البهيا يتخفف اسقامو بيقى مضرى البشرة حيني بسلام أنا يا ضعمك قتلي أول في مريم من حالي البهية تخفف سقامو بقى مضرى البشرة حيني بسلام
برافو برافو يوسف، تفضل معنا يوسف تفضل. مرحبا مرحبا يوسف، مرحبا. الله يسلمك اخويا، شرفتنا ونورتنا. شيخ مرحبا بك خويا، بارك الله عليك. بارك الله عليك تاتاني. صباح خويا. مرحبا، تفضل تفضل يوسف. واش رايك سي حميد وباش ما سمعت بي؟ صراحه هذا يفكرنا على كل حال بعمو اللي هو شيخنا الكبير حاج الغفور، ربي يطول عمرو. عمك الله يبارك، الله يبارك فيك. هذه المدرسه تاع الغفوريه كما يقول، تاع النظرومه لبيها هكذا بوزي والصوت. الله الله تسمى شغل متمكن يعني، ما تدخلش عليه اماتور كي تسمعوا. الله يبارك. على كل حال هو ينتمي لعائله فنيه كبيره، عائله سي الحاج استاذنا الكبير حاج الغفور من نظرومه. عمك؟ ايه عمي. الله يبارك، الله يبارك فيك. عجبك صوتو سي حميدو؟ عجبني، كنا من قبيله نقصروا في ليكوليس. درتوا قصره مع بعض؟ درنا قصره مع بعض وتعرفت عليه وانا يعني راني فرحان لسي الغفور لا دلا غوليف. الحاج الغفور عنده لا غوليف وهي جايه من يعني من السلاله نتاعو ان شاء الله. ونتمنى لهم كل النجاح. على كل حال انا نعرف نظروما ملي كنت صغير، ملي كنت في المدرسه الاندلسيه كنا نمشيو للتمسان ليكول بن زرجب وكنا نديروا الفيستيفال تاع الاندلس في التمسان. كنا نتعرفوا بزاف فنانين من الناحيه هذيك، من فنانين كبار كما ناسي من الاندلس، وكنا نتعرفوا كذلك. انا كنت صغير كي تلاقيت بعمو في قسنطينه في مهرجان المالوف، كانوا في عمري وقيل 14 سنه. وكان عمو انا ذاك كان اون فوك، كان فريمون اون فوك، جا يعني اون طونك فيدات دو لا سواري. واستغليت له، تلاقيت مع الدرابكي هذاك الله يرحمه اللي كان من عبد السلام الله يرحمه. كان اول يوم وليد خوها ويسمع لك، وغدوه بالك واحد من فاميليتك يسمع له وهي ماشيه ان شاء الله كما يقول وهي ماشيه. يوسف مشعل صحيح للشباب. طيب يوسف، انت مشيت في هذا الطريق لانه عمك فيها ولا لانه انت حبيتها ولا؟ انا حبيت هذا الفن تاع الاندلس والحوزي دوبوي لون 2003 ملي بديت في هذا الموسيقى. وناوي دير حاجه هكذا مع البيش انا دي زالبوم؟ ايه بيان سور، ماذا بيا. انا ديجا راه عندي فرقه تاعي يعيطوا لها اوركسترا القعده، نخدم منها حفلات، نخدم اعراس. داكور. وناوي ان شاء الله تمشي لحاجه بروفيسيونيل، دي سينجل، دي زالبوم تاعكم انتم تاع الفرقه ان شاء الله.